المباراة القادمة لفريق الشبيبات القبيل أمام فريق النجم المقرة في الجولة 29 من الدوري الجزائري. لكي تشاهد المباراة مع فضل تطبيق الاشتراك بقناة ملعب المستضيف لدى المباراة ملعب استاد 1 نوفمبر 1954 بتيزي وزو. توقيت المباراة سوف يكون في تم الساعة 4 مساء بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، والساعة 5 بتوقيت القاهرة، والساعة 6 مساء بتوقيت قطر والسعودية والإمارات. أما بالنسبة للقنوات النقل للمباراة، الموقع الرسمي لفريق الشبيبات القبيل الناقل الحصري للمباراة، وسوف تلعب يوم 10/7/2023. الناس من لكم فرش ممتعة، لا تنسوا دعم الباك واشتراك بقناة وتفعيل خاصة الزر الكل لكي توصل دائما مواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة، ونراكم موعد في موعد قادم.